السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن هاجمت العمق الإسرائيلي ظهر هذا اليوم بالصواريخ البالستية والأوساط الإسرائيلية هي التي اعترفت تماما بما جرى. على سبيل المثال التايمز أوف إسرائيل أو حتى يدعو تحرنوت وحتى المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي ألا وهو العميد يحيى سريع تحدث تماما وتبنوا تماما العملية التي جاءت على إسرائيل وجاءت مباشرة على ميناء إيلات الذي انطلقت فيه طبعا صافرات الإنذار مع اقتراب الصواريخ البالستية من هذا الميناء، والذي تزامن هذا الحدث طبعا تزامن مع إنذار قادم إلى جنوب البحر الأحمر من قبل هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية. قالت إن هنالك شيء ما يحدث في جنوب البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، وبالتالي الذي جرى هنا من قبل جماعة الحوثي بأن فجأة كانت هنالك حركة من قبل الطائرات المسيرة التابعة لهم قبالة طبعا ميناء الحديدة تجاه إحدى السفن التجارية الموجودة في هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة ليس واضحا ما إذا كانت هذه الطائرة قد فعلت شيئا أو هاجمت هذه السفينة، وقد تكون تصور هذه السفينة وتراقبها، وبالتالي كان هنالك إنذارا جعل الجميع يركز على الوضع هنا، لأن جماعة الحوثي هاجمت في الفترة الأخيرة الكثير من السفن التجارية الموجودة في هذه المنطقة، ولكن جماعة الحوثي في حقيقة الأمر كانت تهيئ لمهاجمة العمق الإسرائيلي بالصواريخ البالستية، وهذا ما قاموا به بالفعل، وقاموا بإرسال دفعة من الصواريخ مباشرة عبر البحر الأحمر، وتمكنت هذه الصواريخ من تعدي المدمرات الأمريكية الموجودة طبعا على البحر الأحمر واقتربت من ميناء إيلات، وهذا هو الذي دفع طبعا الجانب الإسرائيلي أن يطلق صافرات الإنذار في إيلات، ولكن في نفس الوقت كانوا مستعدين للتصدي لهذه الصواريخ، وذلك باستخدام منظومة السهم الإسرائيلية التي كانت حاضرة في عملية التصدي للصواريخ البالستية، وتمكنوا من إسقاط هذه الصواريخ وهي فوق البحر الأحمر من دون أي مشاكل، رغم أن جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة لم تحقق الكثير من الاستهدافات أو ضربات مباشرة إن كانت على ميناء إيلات أو غيرها. بعض الأضرار جرت لبعض السفن وغيرها، إلا أن مثل هذه الاستهدافات بالصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة تجعل وضع ميناء إيلات في خطر، وتجعل كذلك الحركة وحركة الملاحة في تلك المنطقة تحت الضغط، وحتى الدول الأوروبية وغيرها المشتركة مع إسرائيل أو ممن يريدون إرسال شحنات مهمة على سبيل المثال إلى ميناء إيلات يجب أن يفكروا الآن مرتين قبل إرسال هذه السفن. بالتالي الحركة مرتبكة في ميناء إيلات، وكذلك حركة السفن بشكل عام أصبحت مرتبكة في جنوب البحر الأحمر وحتى في مضيق باب المندب. بالتالي هذا الممر بأكمله دائما ما يتعرض لهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والصواريخ أيضا المضادة للسفن، وبالتالي الأمور أصبحت صعبة في هذه المنطقة، وهي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام. الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الكلفة العالية التي تصرفها إسرائيل في حربها في قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية الآن تتأثر، الميناء يتأثر، كل شيء يتأثر بكل تأكيد، والكلفة باهظة للغاية. وكذلك في مسألة السفن وهجمات جماعة الحوثي على هذه السفن هنا في جنوب البحر الأحمر، بدأت إيران تتناغم مع هذه المسألة الآن، وكان هنالك تطور جديد رأيناه لأول مرة منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، صدر من قبل وكالة إيرنا الإيرانية وكذلك مهر نيوز اليوم، والتي أكدت بأن الحرس الثوري الإيراني كان قد قام باحتجاز سفينتين كانت تمر من المنطقة قبالة سواحلها، وقالوا بأن هذه السفن هي كانت تهرب النفط، وعلى هذا الأساس قمنا باحتجاز هاتين السفينتين. طبعا لم يحددوا جنسية هذه السفن ما إذا كانت إسرائيلية أو من دولة أخرى بأي شكل من الأشكال، ولكن ما أكدوا بأن كان هنالك 38 شخصا من طاقم هذه السفن قاموا باحتجازهم، لم يحددوا أيضا جنسياتهم ولكنهم قاموا باحتجازهم. واحتجاز هنا الطاقم وعدد الطاقم الذي احتجزوه
هو أيضا يأتي متناغما كما تحدثنا مع ما قامت به جماعة الحوثي مع الجالكسي ليدر على سبيل المثال، حيث قاموا باحتجاز ما يقارب 25 شخصا من طاقم هذه السفينة. وجماعة الحوثي دائما ما تقوم بالطلب من السفن التي تستهدفها الإسرائيلية بأن تقترب وأن تذهب مع جماعة الحوثي عندما يقومون باحتجازها، وإن لم تستجيب يقوموا بمهاجمتها، وبالتالي هم يزيدون من عدد الأسرى الذين يقومون باحتجازهم، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية الآن بالنسبة للأسرى الذين يمتلكونهم بعد الهدنة الإنسانية قد انخفض عددهم إلى 138 أسيرا طبعا من الأسرى الإسرائيليين أو حتى من جنسيات أخرى، وبالتالي قد تكون هنالك هدنة إنسانية قادمة في الفترة القادمة بين الفصائل الفلسطينية وبين إسرائيل برعاية أمريكية أو رعاية قطرية عفوا أو حتى من جمهورية مصر العربية، وهذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض عدد الأسرى، وبالتالي هذه الورقة لن تصبح قوية مع الوقت مع كل هدنة، وبالتالي جماعة الحوثي ترفع من عدد الأسرى وكذلك إيران ترفع من عدد الأسرى للمقايضة مع الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية في مسألة إطلاق سراحهم بشكل مباشر من أجل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة. بالتالي ورقة الأسرى تصبح أقوى شيئا فشيئا مع مرور الوقت ومع استهداف السفن بهذه الطريقة، وبالتالي يمتلكون زمام المبادرة بالنسبة لإيران وبالنسبة لجماعة الحوثي أو أي جماعات أخرى موجودة في المنطقة تأخذ هذا المنحى بكل تأكيد. وطبعا هم يعلمون أيضا ومنتبه إيران والفصائل الموجودة في المنطقة بشكل عام بأن إسرائيل تحت الضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل صدق أو لا تصدق، تفاصيل مثيرة للغاية نشرت من المونيتر قالت بأن في زيارة وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة وهو طبعا وزير الخارجية أنتوني بلينكين عند زيارته إلى تل أبيب ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه بأن يجب على العملية العسكرية ويجب على إسرائيل أن تنهي غزوها لقطاع غزة في الأسبوع الأول من شهر يناير، أي بعد بالضبط شهر من الآن يجب على هذه الحرب أن تنتهي، لكن إسرائيل رفضت وقالت وأن طالت هذه الحرب لأشهر بل لسنوات ولسنين طوال، سنستمر في هذه العملية حتى وإن لم نتحصل على أي دعم. وأكسيوس كانت قد كشفت يوم أمس بهذا الشكل بين الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنعوهم تماما من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حادثة غير مسبوقة، وهو الأمر الذي تستغله إيران طبعا والفصائل المسلحة في مسألة الضغط على إسرائيل بأعلى مستوى ممكن. وطبعا واضح جدا أن إدارة بايدن وبايدن وفريقه الانتخابي طبعا يعملون على تلميع صورته ومحاولة مساعدته لمواجهة المرشح الجمهوري الآن وهو دونالد ترامب الذي يتمتع الآن بأرقام جيدة في مستوى مصادقة الشعب الأمريكي عليه مقارنة بالرئيس الأمريكي الحالي. بدأوا يعملون على نوفمبر من العام القادم، وخاصة أن مسألة أوكرانيا أيضا بدأت الأوساط الأمريكية مثل الواشنطن بوست تتحدث بأن الحسابات الأمريكية والتقديرات الأمريكية والأوكرانية في هذه الحرب ضد روسيا لم تصل إلى الهدف المنشود، لم تصل إلى الأهداف التي كانوا يبحثون عنها، وبوتين لا زال متواجدا في مواقعه وفي مناطقه، لا بل أن بوتين يتحرك في منطقة الشرق الأوسط وفي الخليج العربي، صدق أو لا تصدق القيصر الروسي فلاديمير بوتين قد وصل إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم بهذا الشكل، وبعد ذلك سيذهب مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وطبعا بالنسبة لي بوتين هنا يتحرك للنقاش حول العديد من الأمور حتى للتفاوض في مسألة غزة وإيقاف هذه الحرب ومحاولة روسيا أن تلعب دورا في هذه المسألة. وواحدة من المسائل المهمة التي نشرت من قبل وكالة تاس الروسية قالت بأن واحدة من الأمور التي يريد مناقشتها هي خفض إنتاج النفط في إطار عمل تحالف أوبك بلس الذي انضمت إليه روسيا، وهذه بالضبط نفس المسألة، خفض إنتاج النفط هي نفس المسألة التي لعبها طبعا بوتين مع أوبك بلس من أجل طبعا وضع
الجانب الأمريكي تحت ضغط كبير للغاية على مستوى التضخم وغيرها، وبالتالي روسيا هنا بدأت تتحرك بأريحية كبيرة للغاية، ليس هنالك تركيز كبير على أوكرانيا، بدأ يستفيد تماما من كل ما يتطور ومن كل ما يأتي من هذه الحرب الموجودة في قطاع غزة، وبالتالي هذه الضغوط وهذه التطورات يبدو بأنها ستزداد بشكل أكبر في الفترة القادمة، خاصة مع التقدم الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة وتحديدا في جنوب قطاع غزة، بعد آخر تحديث قد صدر من قبل الوور مابر الذي أوضحت فيه بأن هنالك خرقا إسرائيليا وتقدما إسرائيليا باتجاه شارع صلاح الدين، وتمكنت إسرائيل من السيطرة على شارع صلاح الدين طبعا، وقطعت المنطقة الجنوبية ألا وهي دير البلح، مخيم النصيرات وغيرها من هذه النقاط عن الجنوب، عن خان يونس. بدأ الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ بالتوسع في هذه المنطقة، ليس فقط باتجاه خان يونس لا أبدا، بل أنهم بدأوا يتوسعون بشكل مثير باتجاه دير البلح صدق أو لا تصدق. والآن إذا ما ذهبنا مباشرة إلى إحدى المواقع المهمة ألا وهي قدس نيوز نتورك التي أوضحت ونشرت مقطعا مصورا لأحد الصحفيين وهو كان يصور هذه المنطقة القريبة من دير البلح، وستستمع فجأة أثناء التصوير إطلاق النار يقترب بشكل كبير ويصبح خطيرا كما نلاحظ من هؤلاء المراسلين والمدنيين الموجودين في هذه المنطقة، حتى اضطروا لعملية الانسحاب من هذه النقطة، وهذا يوضح أن إسرائيل والدبابات الإسرائيلية أصبحت قريبة جدا من هذه المنطقة. ومن اللقطات ممكن أن نتعرف على طبيعة هذا الموقع، ولنأخذ على سبيل المثال هنا كان جامعا واضحا من طبيعة التصوير كما نلاحظ، وبعدها بمسافة قريبة بمسافة معينة نوعا ما هنالك لوحة للإعلانات كما نلاحظ موجودة على شارع صلاح الدين هنا، وبالإضافة إلى ذلك كانت هنالك لقطة وضحت هذا المبنى الكبير الذي نراه أمامنا، مبنى ليس صغيرا أبدا، ويأتي إلى جانبه طبعا ليس هنالك شيء إلى جانبه، أي أن هنالك فراغا، وبعد ذلك يأتي مبنى آخر، وهذا المبنى الآخر هو يأتي بجانبه مبنى ثاني، أي مبنيين بعد هذا الفراغ الذي رأيناه الآن. وبالتالي وعلى هذا الأساس نتجه إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي إلى دير البلح بالحديث عن شارع صلاح الدين والتقدم إلى تلك المنطقة، لنتجه إلى دير البلح الآن الموجودة في وسط قطاع غزة، وستجد هنا نرى دير البلح وهذه المنطقة التي تقدمت لها إسرائيل، والنقطة الوحيدة التي تأتي باتجاه دير البلح المتشابهة والمتطابقة مع ما نرى هنا بظهور هذا الجامع هنا بالتفافة بسيطة، وبالتوقف بهذا الاتجاه سنلاحظ بأننا أمام نفس الجامع الذي رأيناه قبل قليل، وهذه هي لوحة الإعلانات الموجودة في شارع صلاح الدين كما نلاحظ، وهذا هو المبنى الكبير وليس هنالك شيء بجانبه، وهذا المبنى الأول وهذا المبنى الثاني، وهذا يؤكد أن التصوير من قبل هذا المراسل كان حاضرا بهذا الاتجاه قبل أن ينسحب، ويوضح أن الجيش الإسرائيلي قريب وقريب للغاية إن لم يكن متواجدا في هذه المنطقة التي تبعد من نقطة التواجد للوور مابر ما يقارب 1.9 كيلومتر، وبالتالي الرمي الضرب طبعا الاشتباك في هذا الشارع قريب وقريب للغاية، وهذا التقدم يعني الكثير، هو يعني بأن هنالك تطورا عسكريا قادما في هذه المنطقة تحديدا التي نتحدث عنها الآن. فالجانب الإسرائيلي كما أوضحت الوور مابر والواشنطن بوست وكذلك المواطنين الفلسطينيين الموجودين في هذه المنطقة ممن هم متواجدين في خان يونس، أن الجيش الإسرائيلي تقدم وسيطر على شارع صلاح الدين وسيطر على بعض المعاقل هنا في هذه المنطقة، وبدأ يتوسع قليلا باتجاه خان يونس، بدأ يدخل بالعمق شيئا فشيئا بهذه المنطقة، وكذلك تحرك بهذا الاتجاه قليلا، وذلك طبعا لحماية الجيش الإسرائيلي الذي تقدم في هذه المنطقة من أي هجمات ممكن أن تستقوم بها الفصائل الفلسطينية في شارع صلاح الدين من خان يونس أو حتى من مناطق دير البلح. ولكن هذا التقدم الذي تحدثنا عنه الآن قبل قليل هو يعني ببساطة أن الأمور ستكون خطيرة في شارع صلاح الدين، لأن الجيش الإسرائيلي والنقطة التي حددناها تأتي هنا، أي أن الجيش الإسرائيلي إن لم يكن قد تقدم إلى هذه المنطقة هو يمتلك سيطرة نارية على هذه المنطقة، وهذا يعني أن هنالك تحركا خلف خطوط الفصائل الفلسطينية المتواجدة من ضمن منطقة وادي سلقة هنا. وهذا
فهذا يعني أن الفصائل الفلسطينية شيئا فشيئا مع التقدم الإسرائيلي في هذه المنطقة بدأوا طبعا يفقدون العمق الذي يتمتعون به، العمق اللوجستي مع ديار البلح. وجيش الإسرائيلي أساسا هو متحشد بشكل كبير باتجاه هذه المنطقة التي لم يتقدم بشكل كبير تجاهها. وطبعا المنطقة كما نرى بأنها ليست بالمناطق السكنية المكتظة بالنسبة للفصائل الفلسطينية لكي تستفيد منها على مستوى حرب الشوارع أو حرب العصابات التي هي عادة مؤثرة ومؤثرة للغاية على الجانب الإسرائيلي. وبالتالي كلما جاء التقدم بشكل خطير بالنسبة للجانب الإسرائيلي هنا، كلما يعني بأن الفصائل الفلسطينية مضطرة للانسحاب وترك هذه المنطقة إلى عمق دير البلح أو إلى المخيمات المكتظة بالسكان هنا بهذا الاتجاه. وهذا ما سيدفع الجانب الإسرائيلي بسرعة طبعا للتقدم دون تكبد أي خسائر إلى هذه المنطقة. وطبعا هذا أمر سيكون مفيدا للجانب الإسرائيلي. لماذا؟ لأنهم سيكشفون المزيد من فتحات الأنفاق الموجودة في هذه المنطقة، وأيضا سيحرمون الفصائل الفلسطينية من استخدام هذه المناطق لمهاجمة العمق الإسرائيلي. وكذلك الفصائل الفلسطينية لا تريد الخسارة أو خسارة المزيد من عناصرها أو حتى المزيد من قياداتها، وبالتالي الاحتماء بهذه المدن وكسب المزيد من الوقت، استغلال الظروف المتغيرة، استغلال ورقة مهمة جدا ألا وهي ورقة الأسرى وورقة ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل. هي كلها علامات تبحث عنها طبعا ومؤشرات تبحث عنها الفصائل الفلسطينية للنجاح في هذه المعركة. وبشكل عام الجانب الإسرائيلي من خلال التقدم الذي نتحدث عنه فإن إسرائيل واضح تبحث عن عدد من المسائل تحاول أن تتقدم بهذا الاتجاه للسيطرة على هذه المنطقة بأكملها من وادي السلقة، تحاول إنهاء السيطرة على شمال قطاع غزة بأكمله، مما يرشح أنهم سيتقدمون إلى مخيم البريج ومخيم النصيرات فيما بعد. وبالتالي المنطقة ستكون السيطرة من الجانب الإسرائيلي بهذا الشكل، ويكون الأمر سهلا بالنسبة لهم للسيطرة على هذه المنطقة بأكملها، ويدفعون حتى القيادات الخاصة بحركة حماس إلى الاندفاع إلى رفح، وهو الذي سيجعل هذه الأطراف طبعا نقطة سهلة بالنسبة لهم لأنهم يراقبون هذه المنطقة، وممكن للقادم أن يتعرضوا إلى اغتيالات خطيرة من قبل الجانب الإسرائيلي إذا ما سارت الأمور بهذا الشكل. وطبعا هذا أمر طبيعي للغاية، والفاينانشال تايمز أساسا من خبراء عسكريين مهمين للغاية صرحوا عما جرى في شمال قطاع غزة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وقارنوها بالحرب العالمية الثانية. ولاحظ ما الذي قاله المحللين العسكريين اليوم للفاينانشال تايمز، قالوا الدمار بشمال غزة يقارب حجم دمار المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية. وهذا يفسر الكثير من مسألة التقدم الإسرائيلي، هو استخدام استراتيجية الأرض المحروقة عند التقدم، إخلائها من طبعا من المدنيين وإحراق المدينة وضرب البنى التحتية الخاصة بها وإعدام وإنهاء الحياة في تلك المدن، ومن ثم التقدم إليها. وهذه هي النتيجة التي نراها أمامنا بشكل واضح.